وحكاية هذا الصباح هي حكاية من أجمل حكايات برنامج صباح اليمن اليوم، كون ضيفتنا فتاة يمنية استطاعت التغلب على كل صعوبات الحياة، استطاعت أن تتجاوز جميع مطبات الحياة، وهي تعمل في فن الكروشيه، هذا الفن الراقي والفن الجميل من خلال مشغولاتها اليدوية، وأصبح أيضا لها اسم هنا داخل الجالية اليمنية من خلال ما تقدمه من أعمال حرفية، وأيضا مشاركتها المميزة في بعض المعارض والبازارات التي تقام هنا في القاهرة. ضيفة حكاية الصباح حنان ناصر، صباح الخير استاذة حنان. صباح الورد، صباح الفل، النور نوركم يا رب. اهلا وسهلا فيك، واسعدت اليوم بوجودكم وحضوري معاكم كمان. احنا اسعد يا حنان، الله يسلم عمركم يا رب. يعني البدايه دائما بتكون مع هذه الاشغال اليدويه، ليش اخترتيها كذا من البدايه؟ حابين نعرف الحكايه ونعرف القصه منك. والله انا من حبي من زمان وانا صغيره بحب الرسم، وهذا الرسم كبر فيني، يعني بعمل رسومات بعمل حاجات وكذا. فبعدين لما بس كنت تخربشي في البدايه مش رسم يعني بعدين ما شاء الله يعني تمرستي فيها وعملتي فيها، بعدين حبيت اني اعمل ديكورات، بعمل فنون حاجات كذا، فهذه موجوده في داخلي بس انا احيانا بعملها يعني. فلما جيت هنا مصر وكذا فكان في دورات تدريبيه في مركز بيستك، فانا كنت دائما اروح عندهم في النادي وكذا، فقالوا ايش رايك تدخلين يعني في قسم في دورات تدريبيه في عده مجالات وكذا. فبعدين قلت يعني في فن الكروشيه، انا قلت ما اعرفش انا الفن الكروشيه هذا، طبعا حتى الابره ما كنتش حتى اعرف امسكها. فبعدين قالوا لي انت طبعا انت ايش هوايتك؟ قلت انا هوايتي الرسم. قالوا طب هي متعلقه فيها، وما دامك انت بتحبي هذا الشيء ممكن تتفنني فيها وتبدعي فيها اكثر واكثر. قلت ليش لا، سمي بالرحمن وتوكلنا على الله. وهي كانت فترة الدورة هي لمدة شهرين بس، فما شاء الله يعني أبدعت فيها وعجبتني ده، وقلت يلا بسم الله وما شاء الله، واستمريت يعني فيها وعملت. كانت بس هي عبارة عن اختصاص شنط، فما شاء الله عملت يعني مجموعة كبيرة، وشوية شوية ما دريت لقى معارض نزلت وفي بازارات وكذا يعني شاركتي على العين والراس. تسلمي يا سيدي، الله يسلم راسكم. ودحين يعني على اساس كمان بداوا معنا من الاسبوع اللي فات، اتصلوا فيني فقالوا يا حنان انت معاكي دحين دوره تدريبيه جديده في مجال الهوموغرافي. هوموغرافي هي قريبه للكروشيه لكن ادق، صحيح تكون دقيقه جدا. يعني اختلاف في الخيوط، في الابره، في الاشياء هذه، بس هي عالمها طبعا في عالم الدمى. ايوه زي ما بنشوف زي هذه، زي هذه صح، زي هذه ايوه. طبعا هذا دحين احنا في رابع حصه، انا يعني خرجت من الحصه جيت على طول لعندكم. شرفتينا الله يسلمكم. عاد لسه ما قال لك هذا خروف العيد. هو بدايه يعني، هو بدايه. ايوه عاد لسه يعني فانا ما اشتريناش خروف يا سمر، ناخذ ايوه هذا جاهز حنان، خلاص هذا كده جاهز. طيب يا استاذه حنان، هذا الفن بيحتاج منكم صبر صح ولا لا؟ بيحتاج مثلا خيال واسع. طيب صبر وحب. طيب انت بتستمدي مثلا تصاميمك حد بيساعدك في اختيار التصاميم، ولا انت كذا على رواقه على ما يقولوا في مصر بتصممي هذه الاشياء الجميله؟ الله يسلم عمرك. لا انا اساسا احيانا ممكن يعني اذا انا مثلا انا ابغى اسوي شنطه كموديل ممكن افتح اليوتيوب اشوف. احيانا مثلا زي دي الشنطه صراحه من عقلي ما شاء الله، فرسمتها في راسي فقلت ليش لا، حتى الالوان مريحه للعين. الله يسلم عمرك. وعمليه صحيح، يعني عمليه لك وانت بتستخدميها افضل من الشنط الثانيه مثلا. أيوة. صحيح، فكانت عندي الهاند اليد فقلت ليش وانا اعمل على ظهري احسن بسرعه تكون اسهل انجز. ايوه، واحط اغراضي وحاجاتي علشان طب انك تحافظي عليها. يعني هذه الخيوط لها طريقه غسل معينه مثلا، طريقه عاديه معينة. تستخدم عادي، ممكن تغسل بالغساله طبيعي. يعني ما دام ناويه تتعلمي ولا والله بفكر، بس محتاجه صبر وطوله بال بصراحه مش عندي يعني. والله انه يعني ما شاء الله بحسدكم انكم تعلميهاش مجانا. لا على العين والراس، لا تدخل بيننا. هي كريمة، هي كريمة وانا استاهل. اكيد الله يعزك يا رب. فعشان كذا انا انه هذا الصبر. طيب يعني ما مليتيش مثلا في البدايه وانت تشتغلي كذا؟ من اول ما مسكت الابره كنت عادي لسه اخبطها كذا وكذا، بس كانت الاستاذه ما شاء الله تبارك الله، يعني الاستاذه ايمان الله يحفظها ويبارك لها، هي يعني اللي ادت لنا الصبر، وكانت توقف علينا وتعلمنا
وكيف البداية وكيف السلسلة وكيف الارتفاع وكيف أسماء الغرز. يعني إحنا تأسسنا من أساسيات البداية الكروشيه. هي أساسة الكروشيه هي يعني في بدايتها حقت المبادئ الغرز. فطبقناها على طول على الدمى. يعني ما دام انت عرفتي الغرز الاساس خلاص فانت تطبقينها عليها. رغم ان الخيوط يعني انتم شايفين الفرق بين انها ثخينه هنا وهنا رفيعه جدا. استاذه حنان شوفي بعض الفتيات يعني عندها خبره في مجال معين نقش تطريز كوافير بس تستحي انها تشتغل مثلا والغربه عفوا يعني تحتاج مصاريف والتزامات ماليه وسكن واكل وشرب وايضا رسوم اقامه. فبعضا يعني يخجلين تقول لك انا ما بقدرش اتعامل مع الناس انا استحي انا. فايش تنصح هؤلاء الفتيات اللي عندن هذه المهارات الابداعيه الجميله؟ لا انا ما انا صراحه ما نشمع هذا الشيء. لابد ان الواحده ما دام انسان عايش لابد انه يعطي لاخر لحظه في عمره. فما دام الانسان رب الله سبحانه وتعالى ما دام ربي حط حاجه يعني العيون تعتبر اليدات يعني حاجه سبحان الحواس ما دام الحواس موجوده ليش نمنع نفسنا وان احنا نوقف في حاجه معينه. فلا بد ان احنا نعطي. انا يعني مثلا انا درست الحمد لله وانسانه جامعيه واشتغلت الجامعيه طبعا انا بكالوريوس قسم دراسات اسلاميه وموظفه وكل شيء. بس يعني خلاص تبدل الحال من الحال الى حال طيب فليش انا اكل نفسي في حاجه وزاويه منطويه رغم يعني اعاقتي ورغم هذا لا. فانا بجتاز الصعاب وكيف ما كان حتى لو كان سفاري كفايه ابتسامتك. الله يبارك في موضوع الاعاقه في الانسان الذي لا يعمل صحيح الانسان الذي لا يفكر الاعاقه في عقله صحيح الانسان الذي لا يصحى بدري. اما الانسان اللي بيشتغل وبيروح وبيجي هو ليس معاق الحمد يعني لله. فهذا هبه من الله سبحانه وتعالى. انت عارفه شوفي انت ملهمه اعطاك الله كل الحواس والعقل وابداعاتك جميله ودائما ما بنسمع انه لازم تشتري من عند حنان. حنان مصممه كويسه وهذا الشيء احنا بيجعلنا نفتخر بك ونفتخر بكل فتاه يمنيه لانك نموذج مشرف على نموذج مشرف للمراه اليمنيه للفتاه اليمنيه القادره على تجاوز الصعوبات رغم الاوجاع اوجاع الحرب واوجاع الغربه وبعد عن الاهل وبعد عن الديره وعن البيت اكيد اكيد صحيح. وهذا طبعا شهاده اعتز فيها منكم والله احنا شوفي حتى المخرج زود لنا 3 دقائق يعني اقول لك معاكي جماهيريه ومعجبين باعمالك الرائده والخالده. ان شاء الله تكوني معنا مره ثانيه ونكملنا الخروف ايوه لانه هو بدايه يعني ومشروع فان شاء الله والله حتى قد خلصت الرجلين واليدات والامام كل شيء الله يسعد قلبك يا رب امين يا رب. وانا دحين حتى بروح الحصه اكملها بنروح معك انا وسلمى اهلا وسهلا تشرفوني شكرا يا حنان شرفتينا خلال فقرات السعيده هذا فخورين بصباحكم الحلو تسلمي لي ونورتي برنامجنا. اتمنى لك المزيد من التألق وايضا في مواصلة ابداعاتك هذه الجميلة. شكرا جزيلا تسلموا.